الو، هون احنا من 9 ل 7، الاحد بنكون فاضيين. الناس انه بس تعطي بمحل معين عم يرجع لناس ثانيين، انه هذا شيء حلو. ونحن عم نكسر هذا الحاجز للناس اللي مش قادره، واللي قادر نوع من انه يمكن يتعرف على كاتب جديد او قصه جديده او هيك. ناس هن مثلا كيف انت هلا انه بيجوا بدهم يتبرعوا بكتبهم، او انه اوقات ناس بيقولوا لنا انه في مجموعه كتب ما بدنا اياهم ندفع لهم مثلا رقم معين فيهم، حيلا. بتكون كتب سياسيه، اوقات مشكله، اوقات فنيه، اوقات كتب مدرسيه بنجيبها ما بنرجع نبيعها، بس كل فتره وفتره من نتبرع لناس بحاجه. اسمي لانا حلبي، مكتبي عمرها تقريبا 60 سنه، بلشها جدي الله يرحمه، كانت دكانه او محل سمانه. بابا اتجه اكثر لانه يجمع كتب وجرائد ومجلات، وكمان كان سافر على بلدان كثيره يعني، فثقافه القراءه موجوده بالبلدان الغربيه اكيد اكثر من عندنا. ده اللي جمع. تفضل. لا 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 تفضل، مش مشكله. وهيك ضل فتره بس قاعد برا، ان كان بالشتاء او بالشمس والشوب يعني. صرت حس انه يمكن بركه لازم شوي بلش ساعده فيها، كان عنده شغله لالي ما كانت سهله بوقت ما حدا مآمن انه انت جاي عم تتركي شغلك لتفتحي مكتبه يعني. فاول مره رحت اخذت شويه كتب، كانت فكره انه شجع بابا انه الكتب اللي جمعها لها قيمه. وشوي شوي صرت اتعرف على ناس اكثر، ناس صارت تسالنا انه انتوا وين محلكم اذا بدنا نجي وهيك، وهون حسيت انه خلص انا لازم اترك شغلي ولازم اتفضى كليا للمكتبه. يعني كله كان مجهود عائلي ومبادره فرديه اذا بدك، في كثير اشياء اشتغلناها بايدنا نحن، كان كله تمويل ذاتي، كنا نروح نبيع كتب بمعارض نرجع نجي نستعمل هالمصاري لحتى نظبط شيء بالمكتبه. فهيدا الفكره.